لا بد أن يكون الصيام متتابعا، والذي يريد أن يصوم لا بد أن يختار الأيام التي ليس فيها أعذار. مثل المرأة تعرف أنها في اليوم 15 تأتيها الدورة الشهرية، فهنا في هذه الحالة لا تبدأ في اليوم 14 ثم الدورة ثم تواصل بعد ذلك، وإنما تختار وقت لا يوجد فيه هذه الموانع وهذه الأعذار. كذلك الرجل لا يصوم في اليوم 9 من ذي الحجة ثم بعد ذلك يأتي يوم العيد ويقول أواصل بعد العيد، فإنه لا يجوز أن يصوم الإنسان في يوم العيد. إذن يختار الأيام الخالية من الأعذار والموانع وتكون متتالية.